وبلش كلاس. يا هلا يا هلا يا هلا، كل من قاعد يسمعنا على مارينا فام او قاعد يشوفنا على مارينا تي في، كلاس بلش وياكم، وبلش وياكم كل 2:15 الساعة 6 معي انا عمر القصاص، ومن الاعداد اختي اسراء. اي اليوم شنو عندنا؟ تعال عندنا اول شيء سبورة الاخبار كالعادة كلاس، اول شيء عندهم سبورة الاخبار يقولون اكثر شيء، ومو بس اكثر شيء، كل شيء صاير بالسوشيال ميديا والاخبار اللي قاعد تنتشر عن الطلبة والطالبات والمدرسين والمدرسات واولياء الامور وكل شيء له علاقة بالطلبة من الحضانة لدراسات العليا. اي انسان يسمى طالب، وكلنا طلبة بالحياة، اي انسان يسمى طالب قاعد نتكلم عن الاهم القضايا والاخبار اللي قاعد تهمه بسبورة الاخبار، فخل روحك سبورة الاخبار وعقبها نسولف ونتحلطم شوي. سبورة الاخبار. اول خبر في سبورة اخبار كلاس اليوم يقول عندنا جامعة الكويت راح تعدل تقويمها الدراسي بعد اعلام مجلس الوزراء عن اجازة عطلة فبراير. تدرون الاجازة صارت 9 ايام، فجامعة الكويت كان مفترض أن تبلش دوام بتاريخ معين، بس الظاهر أنه راح يخلونه يبلش تاريخ 6/3 اللي هو بعد الإجازة، ناطرين التعديل. أظن صرح المسؤول أمس أستاذ مشعل غربلي، والمفروض أنه هاليومين يطلع التقويم الجديد. الخبر الثاني يقول لكم وزارة التربية تعلن عن رفض 3441 تظلم بالقسمين العلمي والأدبي والديني. يقول لكم 2700 كتاب بس كانوا بالثلاث أيام اللي طافت في القسم العلمي، 70 واحد منهم حالات غش. حلوين 2700 حالة تظلم، ما كملنا في أدبي، هذا بس علمي. الأدبي كان عدد التظلمات 685 تظلم، أما التعليم الديني 56 تظلم. والأهم بالخبر أن تم رفض جميع التظلمات لعدم وجود أي خطأ في ولا اختبار في ولا رصد أي درجة. يمكن قبل يومين حلقتنا اللي طافت يوم الاثنين كانت بكلاس مع الأستاذ يوسف النجار وعبد الله وكيل الوزارة المساعد ومسؤول عن النائب الأول لاختبارات ثانوية وتحديدا 12، وكان في لجنة العلمي كنترول العلمي، وكان يقول عن بعض الحالات اللي تروح تتظلم، هو ماكو تظلم ولا شيء، بس يعني ودهم يدبرون درجة درجتين يمين أو يسار فكانوا يتظلمون فيها. والخبر الأكيد يقول لكم أن شفتوا 3441 تظلم كلهم تم رفضهم. المهم يقول لكم الخبر الثالث اليوم عندنا بكلاس أن التعليم العالي يعلن عن فتح باب الوظائف الإشرافية ل 15 من هذا الشهر. شنو عندنا بعد؟ الخبر الأخير يقول لكم على بيانات اليونسكو يقول لكم الكويت أطول إغلاق للتعليم في فترة كورونا، وكانت لمدة 70 أسبوع، يعني تقريبا سنة ونص، السنة فيها 52 أسبوع، يعني إحنا سكرنا أكثر من سنة ونص رسمي سنة ونص. فكل هذه كانت في سبورة أخبار كلاس. الحين خل نروح حق التحطم. شنو عندنا؟ تذكرون الخبر اللي قلت أنا أول مقترح نيابي اللي كان موجود ويانا بالحلقة اللي طافت وشوي عقبنا عليه، بس أنا عقبها قعدت أشوف في السوشيال ميديا ويعني كم اتصال من أولياء أمور وطلبة على نفس الموضوع. كان في مقترح نيابي يقول لكم أن يكون في إجازة لأولياء الأمور فترة اختبارات عيالهم، يعني أعطيكم مثال، اليوم أفرج الاختبارات حق طلبة الثانوية نقول 3 أسابيع مثلا، 3 أسابيع، فخلال هالثلاث أسابيع أي واحد ولده أو بنته عندها امتحان أم وأبو نعطيه إجازة مو من رصيد الإجازات بس عشان يجاب العيالة بالبيت ويدرسهم. طبعا هذا المقترح يعني رسمي شعبوي، ما له أي علاقة بالتعليم ولا له علاقة بالمنظومة التعليمية لا شكلا ولا شيء، هو مجرد مقترح عشان يعني يحرك رغبة الشعب إنه إيه نبي إجازة. تدرون ربعنا وايد يمونون على الإجازة، فهذا المقترح كان مجرد شكل. لكن مع الأسف الشديد، أو مو مع الأسف، لا والله من حسن الظن، إن لقينا ردة فعل كبيرة ضد هذا المقترح، إنه ما له علاقة، الطالب وقتها ممكن يكون بالمدرسة وبيرد البيت يدرس، بالنهاية إحنا قاعد نعلم المسؤولية، مو معناته إن الأم والأبو يهدون دواماتهم. أوكي اللي يقول لي لا إحنا ما قاعد نتكلم عن هذين، نتكلم عن المتوسط أو خامس بالابتدائي، اليوم في 24 ساعة والله يعني قاعد أتخيل إيش كثر أمور الناس راح تتعطل إذا فعليا أكثر من نصف الدولة خذت إجازة لأن ولده أو بنته عندهم اختبار. أنا بس قاعد أتخيل هذا الشيء،
فأنتوا لكم أنكم تتخيلون. بس كان ودي أعقب على هذا الخبر اللي قلته ذاك اليوم، ولقيت ردة فعل أكبر بعدها في السوشيال ميديا، اللي هو المقترح النيابي اللي يقول لكم أولياء الأمور وقت اختبارات عيالهم يعطلون. سلم لي على المقترح الجميل جدا. على العموم احنا راح نطلع بريك وراح نكمل بعد شوي كلاسنا، واليوم كلاسنا مختلف تماما وراح تعرفون بعد شوي ليش. اما الحين انا اقول لكم استمتعوا مع عبد الله الرويشد. اي ما عليه 2021 صح صح 2021 لا يوبا والله دشينا 2022 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خلاص بدون اي تعليقات بدون اي قط بدون اي كوميديا لو سمحتوا. زين على طاري قبل شوي سولفنا يمكن عن بيانات اليونسكو اللي قالت لنا ان الكويت اكثر دولة عربية، في ناس يقولون على مستوى العالم في اغلاق التعليم في فترة كورونا. ف يعني مع الموضوع هذا قلنا خلنا ناخذ أبلة لولوة ونشوف الابتدائي شون كانت نتائجهم بعد الإغلاق والعودة للتعليم الحضوري. مساء الخير أبلة. أهلاً مساء النور. شونك أخبارك؟ الحمد لله أخباركم؟ تمام الله يعطيك الصحة والعافية. أبلة لولوة طبعاً أنت أبلة ابتدائي عدل؟ إي نعم. ممتاز. يعني بعد الكورس يمكن من بداية الكورس وإحنا نتكلم بكلاس بالبرنامج عندنا أنها تقييم الطلبة ما تقييم الطلبة، هل راح يكونون زينين لا والله في ضعف في المستوى التعليمي وإلى آخره من هذه الأشياء. فالحين إحنا وصلنا لنهاية الكورس فمن حقنا أن نقيم، ومو أنا اللي أقيم أنتو يعني أهل الاختصاص، أنت كأبلة لولوة شلون تشوفين مستوى طلبة الابتدائي بالكورس اللي طاف تحديدا؟ شوف أنت تبي أكلمك عن التقييم النهائي ولا عن المستوى التحصيلي للطلاب؟ أعطينا هذا وهذا، شو المشكلة؟ المستوى التحصيلي طبعاً كان فيه فجوة كبيرة خصوصاً حق صف أولى وثانية، أنا أكلمك عن المواد الأساسية اللي هي إنجليزي وعربي والرياضيات. ممتاز. لأنهم الطالبات في الصف الثاني فيه الآن كانوا بأولى أونلاين. صح. البنات صغار ومهاتهم يعني ما لهم يمكن ما يعرفون مبادئ الكتابة والقراءة هذه شلون يعلمونها للطفل. فهذول جايين ثانية لا عارفين لا يقرون ولا يكتبون. والمشكلة إن التواجيه للأسف يعني ما حطت منهج خاص حقهم، لا أعطتهم مهارات جديدة، هي مهارات ثانية نفس ما هي. يعني أنا قاعدة أعلم طالب ما يعرف الألف من الباء، اللام القمرية والشمسية، وهو ما يعرف يكتب اللام عشان يعرف اللام الشمسية والقمرية شنو. فممكن أنت قاعد تكلمين على موضوع أن المناهج ما تم تطويرها أبدا ومواكبتها على الحدث اللي صار، نحن يعني بعد كورونا أصلا بعض الطلبة ما يعرفون يكتبون. صح. أكثر ناس متأثرين، أكثر طلبة متأثرين عندنا اللي هم الصف الثاني هالسنة، لأنه لا يعرف يحفظ ولا يعرف يقرأ لا عربي ولا إنجليزي، شلون راح تحفظ القرآن؟ شلون راح تعلم مهارات جديدة وقواعد الإنجليزي والعمليات الجمع والطرف وداخلين على الضرب ثانية ابتدائي الكورس الثاني؟ أبلة لولو ممكن البعض يقول إنه قاعد تبالغين يعني إنه إيش دعوة عيالنا ما يعرفون يكتبون؟ لا، في ناس ما تعرف شلون تدرس عيالها. طيب في ناس ما دخلتها معها خافت من كورونا وما تعرف أيضا تدرس عيالها، هل أنا يعني كولي أمر ولد راح يتعلم من السمك؟ يعني هم حتى ما الوزارة ما قالت افتح المايك واكتب معي، افتح الكام واكتب معي، صح، صور لي الواجب، ما تابعت. يعني الحين المدارس ما تابعت الوزارة، لغت إن سالفة إن أنا أفتح الكام عشان أتابع عبد الطالب يشوف ولا لا. فيعني صار فجوة كبيرة خصوصا لطلاب الصف الثاني الابتدائي. زين يمكن النتائج الرياضيات. اي تفضلي تفضلي آسف. بالنسبة للرياضيات يعني ما أدري شنو سووا معانا، ما لغوا ولا درس، خلوا دروس كورس كامل بأسابيع قليلة. يعني بدل أنا أعطيه الدرس أخليه ياخذ يومين ثلاثة، صار كل درسين بيوم. والدروس شنو؟ جدول ضرب 4 و5 يعني بيوم واحد، 6 و7 بيوم واحد. أيه. هذا بالنسبة للصف الثالث. أكثر طلاب متأثرين عندنا هم طلاب الصف الثاني والثالث، لأن الصف الثالث كانوا بالصف الأول يوم صارت كورونا داوموا بمدرسة بس كورس واحد. وطلاب الصف الثاني الحين دشوا الابتدائي وكان في كورونا أصلاً يعني أونلاين. فأكثر صفوف عندنا متأثرة باللغة العربية والإنجليزية والرياضيات الثاني والثالث. إنزين أنت قاعد تكلمين على موضوع التحصيل العلمي، لكن خلينا نتكلم أكثر على موضوع التقييم بشكل عام، يعني النتائج مال الدرجات الطلبة الأخيرة. البلاطة؟ أي بلاطة أكيد، إحنا مو داقين يعني نستحي ونسوي فيها إن إحنا دبلوماسيين يعني. قالوا نجحوهم مشوا الطلبة. لا لحظة 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 لحظة، هذه نقطة لازم نوقف عندها.
أنا آسف ما أدري يعني شنو المدى القانوني اللي يسمح لي أني أتكلم بالموضوع، أو أنت كأولى تذكرين هذه المعلومة، بس أنت قاعد تكلمين طلبة خامس ولا رابع وخامس ولا شدني؟ لا مو رابع وخامس كبار، بس أولى وثانية وثالثة أساسا ما تلتقوهم. أوكي فطوفوهم. فقالوا إن مشوهم حرام، يعني انا ليش تسقط البنت هي كذي كذي معدية تاسع، ما في شيء اسمه عيد السنة عندهم اولى ثانية وثالثة، وهم هذا غلط. اوكي بس انا الحين بتغاضى عن اولى وثانية وثالثة لان يمكن هذا الشيء من زمان، ومعناه ما قاعد قلنا صح يعني لا الغلط لا يعالج بغلط، لكن الحين انا ابي اتكلم عن رابع وخامسة المقبلين على المتوسط، شلون كانت نتائجهم؟ قراءة كانت مضبوطة ما ادري شلون، بس يمكن عشان كورونا كان معتمد على السمع. اوكي وتشوف تقرا الطالبة معاي اي، بس بالكتابة أنا كأبلس عربي أقول لك يعني مهارات مفروض بعطينها من ثاني وثالث ابتدائي، البنات عندي بخامس ما يعرفون يكتبونها. أنا ما أقول لك كلهم، أقول أغلبهم طبعاً مو الكل، صريح أقول أغلبهم يعني همزة القطع والوصل ثانية يأخذونها، خلص الكورس وإلى الآن البنات مو بعطينها عندي، مع أن أنا كنت عالجها والفاقد التعليمي عالجها مو راضي تدخل عندهم. يعني خلنا المهارات الجديدة بس القديمة لا. أبلا لولو بس عشان الناس اللي قاعد يسمعونا الحين يمكن في أولياء أمور مدرسين أو حتى طلبة قاعد يسمعونا، خلنا نبين وجهة نظرك إن وين بالضبط الخلل. أنت قاعد تقولين الفاقد التعليمي عالجها، بعض المدرسين قاعد يحاولون، أولياء الأمور ما ندري شنو وضعهم، والطلبة قاعد يسعون بنفس الوقت. أنت الحين بوجهة نظرك الخاصة مو وجهة نظر الخطأ، ما كان لا ولي الأمر ولا على المعلم، خطأ كان بالطريقة. ليش ما كان يعني الوزارة ما قالت خلي يفتحون الكاميرات؟ هذه الكاميرات بروحها راح تخلي الطالب يركز معه. بس هذا أظن شيء عالمي أبلا لولو صح؟ لا قال برا يفتحون الكاميرات عادي إجبار، المدارس الخاصة عندنا بالكويت يفتحون الكاميرات. أوكي أنت أخبر مني بهالمعلومة تمام، فأنت تشوفين أنه ما كان في متابعة، أنه متابعة يعني أنه ملخص صبوري كتبوا دزيلي، ما كانوا مطالبين بهذا الشيء، كان تقييمهم على الشتوي وعلى الاختبارات. فهذا الشيء ما خلاهم يمارسون الكتابة. شوف أنا قاعد أقول لك أنا الشهر الأول عانيت وكنت مصدومة من المستوى، كان حيل هابط، وقالوا ما يخالف يمكن هم خايفين لأن صار لهم سنتين بالبيت، وفعلا تحسن الشهر الثاني بس مو بالمستوى اللي أنا متعودة عليه كأبلة للصف الخامس طول هالسنين. يعني إنه استغربت إنه أول مرة كذي. أنا ما أقول لك الكل، في طالبات مبين إنهم دارسين بالبيت. أوكي. يعني مبين الناس داخلين ودارسين، وفي بعضهم لا والله في على حطة إيدنا من الصف الثالث. ممتاز. في موضوع أنا ما أبي أعدي وسؤال مهم، كونك أبلة الحين بالابتدائي تشوفين وتقيمين طلبة، بتكلم عن خامس تحديدا اللي هم بيتخرجون الكورس الجاي بيروحون المتوسط، أغلبيتهم أنا أدري أن الكلام اللي قاعد أقوله مو على الكل، تشوفين أن هم مؤهلين يعني دخول مرحلة متوسط ولا بعد يبيلهم شغل؟ لا والله لازم تتغير المناهج. يمدي بالكورس هذا يعني تكون في هم يقدرون يغيرون المناهج صادق انه تناسب المستوى التحصيلي الخامس، بس انا اللي قاعده اشوفه يعني حتى شخصيتهم سبحان الله لان انقطعوا عن المدرسه سنتين تحسها طريه مو يعني مو قويه مثل الخامس اللي انا تعودت عليه، كانهم ليش اطفال يعني حرام طفله بعد تقرا يعني تقطع بالقراءه اروح اعطيها ابيات شعر و عميقة وكبيرة ومعناها قوي يعني معاني غريبة وغامضة عليهم، ما رح تفهم إيه شنو قاعد تدرس. أنا قاعد أتخيل إن إحنا بس إن إحنا بعد الكورونا بسنة إحنا قاعد نتحلطم على الوضع كذي، فما بالك بعد 15 سنين لما هي تبدي دش الثانوية، يعني هي صف 12 عقلها يعني كمنهج وين راح يكون؟ هل راح يكون يظل توه بأولى ثانوي ولا أوردي لحين بالمتوسط؟ فعلى قولتك إذا ما تم معالجة الخطأ بأقرب وقت يعني لازم هو لازم العلاج، بس بهالظروف وين تلقى علاج؟ صعبة يعني أنت إحنا للحين مو عارفين حضوري لا نص حضوري لا اللي مو مطعم ما يروح يعني ما ندري شنو الوضع، فيعني لازم حل جذري، يعني لازم يأخذون الوزارة تأخذها بجدية المسألة هذه. يعني أنا ما لي شغل بالنتائج الطالعة، أنا لي شغل بمستوى التحصيل الحقيقي عند حضورهم المدارس هابط، الاختبارات ترى مبسطة اللي قاعد يحطونها، لو يحطونهم اختبارات القديمة مالت أول ما رح يقدرون يحلونها مثل هالاختبارات لأن أغلبها اختياري، أغلب الأسئلة كانت موضوعي ما كانت مقالي، يمكن سؤالين بالاختبار مقالي، شلون تروح متوسط اللي كل اختبار مقالي يمكن 3-4 موضوعي. زين كونك أبلة عربي توا قلتي وانت قاعد درسين بالفترة اللي طافت، فلو نقول لك من 10 كم تقيمين
يعني الطلبة باللغة العربية كم تعطينهم بشكل عام، مو يعني مو حالات استثنائية؟ بشكل عام يعني مو صفي. لا لا أي بشكل عام، أنت تشوفين نظرة أبلة لغة عربية أنت ورفيجاتك، كم تقيمين الطلبة تحديدا طلبة الابتدائي بمستواهم باللغة العربية؟ مستواهم القرائي جيد جدا. من عشرة، من عشرة نبي الدقة أبلة لو سمحت. أيه من عشرة ثمانية. ثمانية بالقراءة. القراءة. حلو. الكتابة خمسة. خمسة والله النص والله والله. هذا بعد أنا بعد رافعتهم. لا. حالات. والله العظيم إن معورين قلبي والله العظيم، وأنا أصلح أقول حرام. صادقة والله. إيه يعني إنه ما أدري، يعني ما أدري هو من وين الخلل، أنا ما أقدر ألوم ولي الأمر. هو مو متمكن يعني، هو مو قاعد يشتغل إنه مدرس عشان يعرف شلون طريقة التدريس. بس 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 أكيد مو هو المؤهل إنه يدرس مثل هذه المناهج، لكن الأكيد إن المفترض إنه هو أحرص إنسان على ولده إنه يستثمر فيه في هذا الموضوع. فإذا اكتشف إن في لحظة من اللحظات ولده ضعيف في مادة أو في المناهج بشكل عام أو بالتعليم، المفروض إنه يعني يستذبح عشان يقوي هالشيء. لو برا المدرسة أنت قلت يمكن البعض دخلهم معاهد، البعض قاعد بالبيت. البعض خاف من المعاهد. صح صح. يعني أنا ما دخلت، أنا عندي بنات ما دخلتهم بعد، أنا درستهم البيت خفت. يعني أنا أخاف همن على بنات، خصوصا الحين قاعدين تشرب بين فئة الصغار. بس بس هو اللي يقول لك انا مثلا ما اعرف ادرس او ما عندي وقت ادرس عيالي بالبيت، راح اوديهم معهد اظن انه يعني يلتزمون بالاحترازات الصحيه. انا دائما انصح، وابلات الانجليزي بعد مثل ينصحون، دائما انصح بفيديوهات يوتيوب. وفي عندنا المنصه بعد قناه اليوتيوب، المنصه مال وزاره التربيه من كل شيء شارحته. ممتاز. يعني اذا انا مو متمكن كولي امر ولا انا معلم ولا اقدر اودي معهد، اشغل الفيديوهات هذه. ممتاز. هو يعني من نفسه طول اليوم على الايباد، خلي يعني ساعتين باليوم بس على نص على الرياضيات، نص على الانجليزي، نص على العربي، على المواد الاساسيه هذه، واكيد راح يصير في تغيير. ممتاز. عساك على القوه ابله لولو، مشكوره على مشاركتك ويانا ببرنامج كلاس. احنا يمكن طرحنا الموضوع بالبدايه وانت يعني قبلتي دعوه انك تشاركين ويانا برايج كونك ابله عربي تحديدا في المرحله الابتدائيه. عساك على القوه ابله. شكرا شكرا شكرا. واي احد يا جماعه يعني عنده تعليق على هالموضوع يقدر يدق علينا على 22 20 90 4. مدرس ابله ولي امر طالب، اذكر يعني وجهه نظرك، ما زال الموضوع لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشكل التعليم الحالي، احنا مجرد قاعد نتباحث. البرنامج اليوم برنامج كلاس وجد عشان يعطي المساحه والحريه حق الطلبه وغيرهم ان يتناقشون بمثل هذه الامور، لكن ما ننسى إيجابيات الطلبة والطالبات والشباب بشكل عام، فما يصير نتكلم عن إيجابياتهم ونجاحاتهم ما بدون ما نذكر الشابة مريم مبارك. مساء الخير مريم. مساء النور. يا هلا والله، شلونك؟ هلا فيك الحمد لله. نقول الحمد لله على السلامة، أنت بالديرة صح؟ الله يسلمك. نعم بالديرة. شلونك أخبارك؟ والله الحمد لله بخير، وسعد الله مساكم جميعا. يا هلا فيش. طبعا مريم طلع اسمك قبل فترة إن فزتي بجائزة حمدان للأداء المتميز صح؟ اي نعم صح. زين أبيك تقولي لنا شنو هذه الجائزة وبشنو تحديدا فزتي؟ بداية الجائزة هذه هي جائزة الأداء التعليمي. جائزة للمعلم المتميز على مستوى الخليج العربي، هي فيها عدة معايير. يعني المعايير هذه 4 معايير أساسية ومجموعة أسئلة لازم رد عليهم، تحتاج عمل، يعني خذت مني عمل فوق السنتين وأنا أجمع فيها إنجازاتي ما شاء الله. إيه والحمد لله لحد ما تمكنت من الفوز معلم متميز على مستوى الخليج العربي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني شوفوا في ظل الظروف اللي يمكن قاعد تحلطم فيها تو ومرينا عليها بالسنتين اللي طافوا، الا ان بعض الامثله، عشان كذي انا قاعد اقول لكم مهما تحلطمنا في ايجابيه كبيره احنا ما ودنا ان ننساها، ومريم مبارك اليوم احد الامثله على هالموضوع. فانزين مريم يعني ليه قدام بعد هذه الجائزه، شنو مفكره شنو مجهزه؟ ان شاء الله انا بكمل، يعني انا اعمالي يعني ما كانت بس عشان احصل الجائزه بصراحه، هو دافع وطني ووديني ارفع اسم الكويت. برافو. ودافع ذاتي يعني تحدي مع الذات، فتعرف طريق التميز ما لا نهاية. صح. صح. يعني من أكيد. جائزة تبي جائزة، بعدين تبي تطور من نفسك تكمل دراستك زين، يعني إن شاء الله النية القادمة أني أكمل دراستي وأستمر في أعمالي، يعني ما بي أنه خلاص فزت أوقف، لا بستمر بأعمالي التطوعية بكمل إن شاء الله. ان شاء الله. طبعا مريم مبارك اليوم احنا خذيناها باتصال عشان نبارك لها حصولها على الجائزه، واحنا كنا نتمنى ان تحضرين ويانا، واذا سمح لك الوقت بالعكس نتشرف وبوجودك ويانا بكلاس كلاس. يعني انا اقول لك اياها والتزم بهذا الوعد والعهد ان شاء الله اللي قاعد اقوله الحين قدام الناس،
أي مشاركة جاية، أي نجاح جاي قبل لا تخطين أي خطوة، ومحتاجة دعم إعلامي مارينا اف ام ومارينا تي في وبرنامج كلاس وياك والسند الإعلامي لك بدون أي مقابل. إحنا ما دام قلتي أنت أن هذه النجاحات كلها عشان تصب في المصلحة الوطنية، فإحنا all in وياك. لا تحاتي مريم، ما تقصرون وجزاكم الله خير وما تقصرون. عساك على القوة يا مريم. شكرا شكرا على تواصلك يانا في برنامج كلاس. الظاهر أم عبدالعزيز قلبها شيء ودي تقوله، فقبل أنا قبل أروح بريك خلنا أخذ أم عبدالعزيز. أم عبدالعزيز مساء الخير. مساء النور، يعطيكم العافية. يا هلا والله، شونك؟ والله بخير جزاكم الله خير، يعطيكم العافية على البرنامج الحلو. هذا دورنا. أم عبدالعزيز في أي مرحلة تبين تكلمين تحديا، ابتدائي متوسط ثانوي؟ شوف للأمانة أنا معلمة ابتدائي لغة إنجليزية. ممتاز. بس عندي بنات يلي حفظهم وعيالي بجميع المراحل من الابتدائي للجامعة ما شاء الله. أنا بس عندي ملاحظة ودي بس ولي الأمر يسمعها. قولي. أنا بتكلم كولية أمر وكمعلمة، ترى مو بس معلمة. أنا لاحظت الفترة هذه الحالية يعني كمعلمة أولا دائما وأولياء الأمور يشتكون إحنا طلع عيالنا سنة قاعدين أونلاين ما نتكوا القلم. المشكلة الكلمة هذه يقولها مو بس ولي أمر طالب ابتدائي، طالب ابتدائي أنا معلومة من أولى الأساسة أقول لك انظلموا فعلا، لأن هذول فعلا كانوا يحتاجون مسكة قلم. أنا قاعد أتكلم عن طالب ثانوي، طالب متوسط لما يطلع لك يقول لك أنا الحين هو ثاني عشر يقول لك أنا سنة مماسك القلم. زين أوكي، أنت الحين ثاني عشر شلون سنة مماسك القلم؟ أنت تليفون والآيباد ما يطيح من إيدك. فماني نلقي اللوم على أن الأونلاين ضيعهم ورسب عيالنا ونزل درجاتهم. أنا هذه وجهة نظري كأم وكمعلمة، أن الطالب قاعد لما خذ الأونلاين أغلب الطلبة خذوا علامات ترى جدا مرتفعة، وهذا مو مستواهم الحقيقي. اللي انظلم فيها الطالب الممتاز اللي قاعد مجالب جابل الكتب هو اللي انظلم فيها. صح. بعدين لما يينا على التطبيق الورقي الفعلي بينت القدرات، مع أن ترى كانت الاختبارات ترى ما أقول لك أنها سهلة، لا كانت بالحد المعقول، بس بين يعني مثل صار مثل الغربال، بين الشاطر من الوسط من المتفوق. صح صح. فأنا ما أي دائما أحط اللوم إنه والله عيالنا قعدوا سنة وما درسوا وأونلاين. زين أوكي، لا سمح الله صارت هذه الجائحة لفترة طويلة نلقي اللوم فقط على الأونلاين؟ لا، أنا كولية أمر ألقي اللوم على ولي الأمر. أنا كمعلمة، أنا حين بتحكي عن نفسي كمعلمة وايد ألقيت اللوم على ولي الأمر، خصوصا بالمرحلة الابتدائية. أنا كنت أدرس مرحلة ابتدائية أونلاين، كنت أطرش الواجبات حق ولي الطالب، يجيني الواجب محلول بالآيباد. زين ليش ما تخلي ولدك ولا بنتك تمسك القلم وتكتب؟ ولا متى يطرش الواجب؟ يطرش لي الساعة 12 بالليل. بس يعني بس بالليل. بس أم عبدالعزيز ما علي، آسف راح أقولك أبلة الحين سؤال، هل الحل حل الواجبات بالأونلاين أو آسف بالآيباد يعتبر إشكالية تعليمية؟ بس أبي أفهم هالنقطة. إشكالية تعليمية حق الطالب الابتدائي اللي مو عارف يمسك قلم. أوكي، فأنت تبين يعني عشان يتعود على القلم فيكتب على الورق. أي نعم، يكتب على الورق ويصور لي ويطرش لي الحل عشان أنا أشوفه، عشان أنا أعرف مسكة القلم، عشان أنا أقدر أقوي مهارة حتى لو عن بعد أقدر أقويها. ترى في عندك مثلا، في عندك نوادي طلبتنا عيالنا يأخذونها من أمريكا ويأخذونها من لندن، مثلا نوادي اللغة الإنجليزية التحدث. ترى هذه تجيني من لندن وتجيني من الأفية، هم عندك مثلا نوادي اللغة العربية من البحرين، هذه كلها أونلاين وما شاء الله. مع هذا يجيك الطالب قوي، وليش أنا ما أعطيت اللوم أن الطالب عمره ما مسك قلم؟ لا، أنا كولي أمر أنا قاعدة نجاب لولدي، أنا ما يحل أن الواجب أحل أنا الواجب بالآيباد، أكتب أحرف باللغة الإنجليزية حرف مطبوع كذي بالآيباد وأطرش الواجب. أدري أن الطالب هو مو اللي ماسك هذا، فلالي دائما نلقي اللوم على أن الأونلاين ضيع عيالنا وضيع مستقبل عيالنا والمناهج والهذا. لا لا لا، ترى الشاطر شاطر والضعيف ضعيف، واللي بجابل جابل، والمتوسط متوسط، وهذه حجج احنا كاولياء امور قاعد نعطيها حق عيالنا، وعيالنا قاعد يقولونها. ترى صح صح صح، قامت تتناقل صارت وكانها راي عام. ايه كانها راي عام. ترى احنا انا كولي امر انا قاعد اقول لك كلها بالاونلاين ويش الطالب، مع ان ترى الطالب بالاونلاين كلهم قشوا الكتاب مفتوح قدامه. بس 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 ام عبد العزيز اسف اخالفك بهذه من بدايه الاتصال، وانا ما خالفتك بشيء الا هذه، ما نقدر نقول كلهم.
تكفين. لا الاغلب الاغلب صح يعني انا معك الاغلب النص كيفك، بس حتى انا عيالك ما ودي اظلمهم ام عبد العزيز، فيعني مو الكل ان شاء الله. اي ان شاء الله مو الكل بس الاغلبيه. بس انا قاعد اقول لك انا كمعلمه وانا اشوف اعرف مستوى الطالب لما يكون عندي مثلا انا عندي الطالب برابع اعرف مستواه باللغه الانجليزيه مدرسته من اولى لرابع وانا شيء مدرسته خامس، مستحيل يجيب لي هذه الدرجه مستحيل. لكن في صار في تساهل واضح، واظن يعني حتى المسؤولين مسؤولين وزاره التربيه يعني ما بيذكر احد بالاسم يرون انه فعليا بالفتره اللي طافت فتره الاونلاين كان في تساهل في التصحيح والدرجات والواجبات الى اخره، فعشان كذي شفنا النسب مرتفعه، وبعدين لما ردينا حضوري انزلت النسب، فالناس قالوا لا شفتوا الحضوري كان يسبب ويسوي وانتم اختباراتكم صعبه. لا هي ممكن اختبارات طبيعيه بس لان سنتين عيالكم اونلاين تعودوا على السهوله والمرونه والتساهل. انا هذا اللي اقصده اخوي. مثلا انا بالنسبه حق مثلا المدارس الخاصه، المدارس الخاصه ليش ما شفنا منها شكاوي؟ ترى المدارس الخاصه اول مدارس طبقت الاونلاين، حتى لما احنا كان الحجر كلي كانوا هم ليش يدرسون ترى، وكانوا الكاميرا شقاله صح، ما اشوف احد اشتكى نزل مستوى ولدي ولا نزل، لا الكاميرا شقاله الامتحان يمشي الياهل يكتب الامتحان ويطرشه الامور مشت طبيعي صح. ليش الامور دا ليش دائما الشكوى هذه تينا من التعليم العام؟ ليش؟ وصلت وصلت رسالتك ام عبد العزيز، عساك على القوه وليه امر وطالبه، فيعني هي يا جماعه مو داخل المجال، هي اهل الاختصاص اللي قاعد يتكلمون اليوم من طرفين قاعد تذكر وجهه نظرها. عساك على القوه ام عبد العزيز. سامحوني على القصور وطولت عليكم. لا تمونين فعليك، البرنامج موجود عشان تدقون وتقولون لنا اللي تبونه انت وباقي اولياء الامور والمدرسات والطلبه. احنا على العموم راح نطلع بريك ونكمل بعد شوي برنامجنا برنامج كلاس. كلاس اليوم جهز لكم أكثر من موضوع ومن المواضيع اللي سمعنا عنها وقالوا لنا إن في واحد يعني نقدر نسأل عنها بدون أي مقدمة الأستاذ أحمد المطوع. مساء الخير. يا هلا. يا شلونك؟ شو أخبارك؟ شو صحتك؟ تمام؟ الله يعطيك الصحة والعافية. سمعنا قبل فترة عن مفهوم المدرسة المصغرة. صحيح. صح؟ وعرفنا ان انت تملك معلومات وايد ونظرة المدرسة المصغرة، ونبي نسألك اذا هي مطبقة بالكويت ولا لا، وشلون شكل مفهوم المدرسة المصغرة. تمام. اول شيء شاكر لك اخوي عمر، تحت امرك، وشاكر للمعدين وجميع العاملين على هذه المساحة تحت امرك. وانت بس خلاص حركت الموضوع، انا كنت اخليه مفاجأة. لا 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 مو مشكلة، أنا كان ودي يعني أبدي بداية شوية شريرة اسمح لي. يلا قول شنو ما قلت أنا ما حد قاعد يدري. إيه لا لا خل المفهوم الحين راجعي له إن شاء الله. زين في موضوع يعني تمثيلية بسيطة ودي أبدي فيها إذا تشاركني ما يخالف، أبيك تجاريني. ها يلا، بس عندنا لنا ثلاث دقائق ليل أذان فخل نحاول نعيش بهالثلاث دقائق، فقول لي. يلا مو مشكلة. يلا خلنا نتخيل إن أنا وياك مجموعة من الأشرار. ها مجموعة من الأشرار، وعندنا هدف أشرار يعني، وهدفنا إن نخلي هذا الجيل يكره المدرسة ويكره العلم ويكره التعليم. حلو. وكل ما يتعلق بالكتاب والقراءة وغيره. فإحنا اجتمعنا مجموعة من الأشرار. حلو. والمتوحشين زين، ونبي نحط خطة محكمة على أساس الناس يعني تنفر من المدارس. ممتاز. فخلنا نفكر أنا وياك الحين، إيش رأيك؟ يلا 3-2-1 روح. يلا أول شيء الخطة الأولى نبي نكدس الطلبة في مكان محدود. ثاني شيء ودنا نعطيهم معلومات مزدحمة ومتكدسة أيضا وما لها أي علاقة بالواقع علشان الطالب يضيع. عندي فكرة ثانية، إيش رأيك نخلي المدرس يشرح الدرس مرة واحدة زين؟ زين. واللي يفهم يفهم واللي ما يفهم كيف يدبر حاله بعدين. اوكي زين، عندك افكار بعد اخوي عمر؟ يعني قاعد افكر لو ان توزيع الكراسي كذي احس كل واحد يقعد واللي طويل ياخذ والاقوى ياخذ، عرفت؟ ممتاز. الكراسي الجروب يقعدون ورا اخر شيء بالزاويه بروحهم يتناقشون ويسولفون بعيدا عن المدرس. نقطه مهمه، ايش رايك الكراسي نخليها يابسه وجامده ويقعدون فتره طويله من غير ما يتحركون؟ ايش رايك الفكره هذه؟ حلو، هذا كله يعني راح تنفر الناس من المدرسه. ايوه، لا تفاعل ولا نفس ولا حركه ولا يشارك. فكره زينه، فكره زينه عشان الناس ما تروح المدرسه رسمي، حتى ما يروح المدرسه. اي صح. زين بعدين ايش رايك المعلومات هذه اللي عددها كبير، لو قلنا 1000 معلومه بالسنه
معلومات ما لها علاقة بالواقع، يعني يحفظها كما هي بعدين ورا المدرسة ما يلقى أي مكان يطبقها فيها، يعني ما لها 1060 لازمة على قولك. فالمعلومات مو ما لها علاقة بسوق العمل بعدين أو لما يدش يدرس بالجامعة أبدا. ممتاز، بعضها ما راح يستخدمها طول حياته. رأيك؟ هذه أفكار وايد حلوة، وايد قاعد استمتع فيها. وايد حلوة؟ أي أشرار بما فيه الكفاية ولا نكمل؟ لا، أفكار بما فيه الكفاية عشان قبل أن نطلع وراك الأذان ونرد نكمل لك بعد الأذان. بنصير أخيار بعدين إن شاء الله. تبي تصير أخيار؟ اي بعد الاذان ان شاء بعد الله. الاذان خلينا طيبين. الحين راح نطلع بريك اذان يا جماعه ونرد نكمل مع احمد المطوع مفهوم المدرسه المصغره بالطريقه الشريره والطريقه الطيبه. خلكم ويانا بعد الاذان برنامج كلاس. قبل الاذان كنا رايحين موضوع الاشرار يا احمد، صح؟ عدل، بس بعد الاذان تغير. الحين لازم نصير طيبين. ها نحول يعني نعطي موسيقى الطيبين. اي قطع علينا غيرنا. يلا يلا 3 2 1 روح حق الطيبين. زين، يعني بعد ما طلبه وكدسناهم وخرعناهم بالاختبارات والمعلومات، فالحين ودنا، بس قبل أن انتقل الى خطه الطيبين، هذا اللي احنا طبعا الخطه الشريره اللي حطيناها هذا هو الواقع اللي الوزارة أو نقول السلطات التعليمية طبقة بعد استشارة المستشارين ودفع الملايين ووضع الخطط. هذا هو الواقع بالضبط. الخطة الموجودة الحالية ما تفرق كثيرا عن خطة أشرار ودهم يعني يكرهون وينفرون جيلنا من المدرسة ومن التعليم. فالحين أنا ودي أتوب وأغير الخطة القديمة. شنو ممكن أسوي أول شيء؟ الحين يمعت ناس أخيار يبون يقترحون اقتراحات لها علاقة في تطوير التعليم وأنه يكون جميل التعليم. بالضبط. ممتاز. أول شيء الراحة، ممكن الكراسي وهذا، لأن تو قلنا الأشرار يحطون كراسي يابسة. إيه عدد، بس إحنا أول شيء قلنا العدد. حلو، العدد. العدد الكبير يعني لا المدرس المبدع ولا المدرس القوي يقدر عليه. لو اللي أحسن مدرس يعني في البلد ما راح يقدر يفهم 30 طالب قدامه وأكثر. صح، ذكرت بالثانوية كنا 33 طالب تحديدا. ممتاز، ما شاء الله. باقي 3 هم الأوائل بس، 30 الله يكثر عليهم. فأول شيء العدد، على أساس المدرس حلو يقدر يدير الصف بشكل ممتاز. حلو. والمدرس يعني يقدر يطبق إبداعاته وأفكاره. وأيضا الطلبة لما يصير قدامك 5 صفي 5، ها أنا مو قاعد أحلم، قاعد أقول عن شيء موجود ومطبق هنا في الكويت. بعد 5 طلبة بس، ها؟ 5 طلبة بالصف. أوكي. المدرس راح يبدع، الطالب راح يبدع، التركيز راح يزيد. وهذا ما هو شيء جديد، يعني لو إحنا التفتنا إلى أفضل دولة في التعليم، لو قلنا مثلا، طبعا معروفة أفضل دولة في التعليم، لو قلنا فنلندا. فنلندا عندهم شعار less is more، يعني القليل هو الكثير. طبعا متى ما قللت عدد الطلاب في الصف وقللت عدد المعلومات اللي تلقيها في أدماغ، حلو، قللت عدد الساعات. وأيضا فنلندا أنا سمعت بساعة شوي، يعني البعض مو عاجبة عدد الأيام العطل. فنلندا من أقل الدول اللي تدرس أو تفتح مدارسها في أوروبا. زين، قلل أيام العمل، قلل ساعات الدراسة، وتقلل ايضا المواد. تقليل هذا خلى فنلندا بطريقه ما تكون الاولى عالميا في التعليم. ممتاز. فشنو اللي صار هني؟ هني لما الطالب يرتاح نفسيا يبدي هو يبدا، وتبدي عاد تشتغل افكاره. حتى المواد مو ذات الجمود اللي طلعت من العربي يلا ادخل انجليزي ولا رياضيات بعد علوم. لا، المواد احنا ندرس مواضيع. لو بدرس موضوع البيئه مثلا البحر، زين، راح ادرس مثلا تاريخ الجون، هذا الحين دخلت تاريخ قبل ادرس البحر. حلو. زين، بعدين راح ادرس مثلا العادات والتقاليد ابائنا واجدادنا. الحين دخلت اجتماعيات، ها احنا موضوعنا البحر الحين. زين، دخلت اجتماعيات، موضوع واحد تقدر تدرس 4 أو 5 مواد. احصائيات عن مثلا الاسماك، الحين دخلت رياضيات والأرقام، تقدر أنا أقدر أدرس القسمة المطولة من خلال مادة البحر.
فشوف الموضوع شنو صار من مواد يعني مفصولة عن بعض إلى مواضيع تقدر تدرس فيها كل المجالات. حلو، في فكر جديد بالمنهج، طريقة المنهج بالضبط. وغيره يعني أنا أعطيك فنلندا كنموذج على أساس ما أقول لك أنا أحلم، هذا شيء موجود مطبق. وأيضا في الكويت لما تكلم على المدارس المصغرة كل اللي صار أن أنت قللت العدد من 30 إلى 5. فحتى الطالب اللي أصلا قوي في مادة هو ما يدري أنه قوي فيها، مثلا تلاقيه في الصفوف المتكدسة قاعد بالزاوية وهو ما يدري أنه قوي بالرياضيات مثلا، لكن لما أنت تقول له أنت معك 3-4 مع المدرس، الطالب راح تطلع مواهبة مع المعلم. بس أستاذ أحمد سؤال توه خطر ببالي، الصف إذا فيه 5 وإحنا نقول مثلا مثلا يعني كم طالب بالمدرسة باختصار؟ يعني إحنا عندنا طلبة عددهم وايد أكبر من المدارس أصلا، يعني أنت لما تقول 35 طالب بالصف و30 هم يظل في تكدس وهم في زيادة في أعداد الطلبة، فالمدرسة صحيح. هذه اللي قاعد يصير فيها 5 طلبة بالصف، 40 طالب بالمدرسة كلها 50-60 طالب. حلو، أول شيء خلينا نتفق إن ما في نظام واحد مناسب لجميع الطلاب. حلو، يعني مثلا إذا النظام التقليدي الحين الحكومي أو الخاص إذا هو مناسب للطلاب، لبعض الطلاب عليهم بالعافية يكملون فيه، خلهم بالأعداد الكبيرة، يحب الناس اجتماعيين، يحبون يشكلون فرق عمل، ممتاز. لكن أنا أقول لك الحين مشاكل تعليم كثيرة، فلازم نسمح بالأنظمة البديلة. يعني قبل فترة استضفت الهوم سكول الجماعة صح. التعليم خالد الجزلي. الحمد وأسرته الكريمة صح، إيه وهو رائد في هذا المجال. هذا نظام لازم يفرض نفسه، في شخص ما راح ينصلح ولا راح يفهم ولا راح يتعلم ويترقى إلا من خلال تعليم منزلي. أنا ليش أمنعه؟ إحنا هدفنا القاعدة بالكرسي الخشبي ولا هدفنا يتعلم؟ يتعلم في أي شكل من أشكال التعليم ممكن يتناسب. فاليوم إحنا قاعد نتكلم على مفهوم المدرسة المصغرة، وأحمد المطوع قاعد يقول لكم يا جماعة هذه مو واقع خيال، هذه واقع حقيقي موجودة بالكويت وموجودة في بعض الدول برا، ومن أبرزها اللي ذكرها اللي هي فنلندا وهي الأبرز في مجال التعليم بالعالم. صحيح. إذن شنو بس أنا يعني قبل لا تسترسل كلامك ونختم، شنو صعوبات هذه الفكرة اللي هي المدرسة المصغرة اللي تقول 5 أو 4 طلبة بالصف؟ طبعا أول شيء اللوائح والقوانين هذه لازم، طبعا مثل ما قلت لك لازم يعني الحكومة يعني أو السلطات التعليمية يتسع صدرها. حلو، المفاهيم الجديدة. الشيء الثاني عندك الثقافة المحلية، يعني بعض أولياء أمور مو متقبل أن ولده معاه 4 بالصف، لا وين الزحمة وين الصيحة؟ ليش أنت تبي ولدك تعلم ولا تبي يناقش فوق الطاولة؟ فخل جرب، يعني ولدك راح يبدأ وراح يفهم الدرس بكل سلاسة، والمدرس راح يراجع معه بالصف ويرجع البيت فاهم كل شيء من غير ما يضايقك والله أحتاج مدرس خصوصي ولا أحتاج أدخل تقوية بالصف. راح إذا مدرس قدامه 4 راح يخلص كل شيء، حتى المراجعات حتى الدراسة والاختبار راح يخلص معهم، لأنه في ساعة من الوقت زين، وفي أفكار بديلة للتعلم أيضا، يعني مو طريقة واحدة حق الكل. ممتاز. فهذه ميزة واحدة من مميزات التعليم المصغر أو كما يسمى المايكرو سكولينج. زين أحمد المطوع، يمكن أنا اسم طالبتي اللي قبل يعني ناخذك بالاتصال، يعني الموضوع ابدا ما راح اسمح ان اتكلم فيه بس باتصال والسلام عليكم. احمد المطوع متى يفرغ نفسه وانه يتكلم هني بشكل مفصل جدا عن المدرسه المصغره؟ ما علي انا حطيتك بالامر الواقع قدام الناس. والله حاضر، واللي يبي زياده على الموضوع يعني ممكن يسال عن هذا المفهوم وين يطبق. يعني انا ممكن اذكر مدرسه سلطان، أكاديمية سلطان الدولية احدى المدارس اللي تطبق هذا المفهوم. قاعد تطبق المدرسه المصغره. اي وفي غيرها طبعا، وايضا حتى المدارس الخاصه الحين ممكن تشكل بعض الفصول لبعض اصحاب الطلبه اللي يحتاجون بعض مثلا التركيز ولا بعض المواهب الخاصه، مو شرط الاضعاف، ممكن الاقوياء. صح يعني ممكن اشكل صفوف الرياضيات، اطلع باقره من هالصفوف الصغيره لان راح اعطيهم مساحتهم مساحه اكبر. بالضبط. فانا يعني ادعو لتبني هذا الموضوع حتى المدارس الخاصه، تاخرت الحكومه في المجال، المدارس الخاصة عندها يعني قدرة والمكنة صح ممكن تطبق هذا المفهوم.
ممتاز. هو ليس حتى مدرسة خاصة ولا طبعًا. حكومية، الجميع ممكن يتبناه وشوف النتائج على أرض الواقع. ممتاز، الله يعطيك الصحة والعافية أحمد المطوع، باحث في شؤون التعليم، أعطانا سرد سريع لمفهوم المدرسة المصغرة وبلشها لما قال قعدوا مجموعة من الأشرار، وأنا يعني هو وجهة نظره أنه يعني بعض أصحاب القرار في هذا المجال كانوا كذي يقولون أنه والله مثلا خلنا نحط كراسي تعور، خلنا نحط بصف واحد 40-30 طالب مثلا ونقول لهم يلا تعلموا، بعدين يوم مجموعة من الأخيار وقالوا لا خلنا نحط 5-4 طلبة عشان المدرس يركز عليهم إلى آخره. الله يعطيك الصحة والعافية أحمد المطوع، نتمنى أنه يكون في حلقة جاية تم إن شاء الله. إن شاء الله أبشر، عساك على القوة، عساك على القوة. شكرا أحمد المطوع على هذه المداخلة في موضوع المدرسة المصغرة. كذي كلاسنا خلص، نشوفكم إن شاء الله يوم الاثنين الجاي بكلاس جديد. كنت وياكم عمر القصاص، وكانت ويانا بعد من الإعداد إسراء السلامين. اتصالات جميلة اليوم، حلقة يعني مو مثل المعتاد مع ضيوف حضروا ويانا. تدرون بعض الناس الالتزام باشتراطات صحية، فخذينا أبرز الأمور اللي انطرحت بالفترة اللي طافت ولكن من خلال الاتصالات. نشوفكم على خير، مع السلامة.